أما التطور في المواد المستخدمة فهي حسب التطور في النتاج الاقتصادي الزراعي وطبيعة الحياة الاقتصادية. فالانتقال من حالة الرعي كانت فقط يعتمد إعداد هذه الوجبة على اللبن الذي يستخرج من الحليب ثم مع الخبز فقط. أحكي؟ طبعا المنسف انشهر في اكثر من دوله، بس الاساس والاصل المنسف في الاردن، وهو اذكى شيء، ولانه اصلا نسبه لمملكه مؤاب قديما. وانا بسطع عنه